اتفضل حياتك، بس وعايز اسالك على حاجه بعد كده. آه أنا لا، اتفضل. أنا عايز أقول حاجة بسيطة جدا، اللي هي إيه؟ إن مثلا لما تروح أقسام التاريخ في جامعتنا المصرية لا تجد فيها أي ذكر لتاريخ المرحلة القبطية، وهذا شيء معيب جدا في دراستنا للتاريخ. ذلك أن هناك حقبة تتراوح من 6 قرون لا تذكر عنها شيء، رغم انك بتدرس روماني واغريقي والفراعنه القدام وبعد كده الفتح الاسلامي، وبتيجي الفتره القبطيه لا ذكر لها في البتاع. الحاجه الغريبه ان احد تفتكر ليه يا استاذ لويس؟ نعم؟ ليه كده؟ عشان هو السؤال من على من على يعني على ورقتي. شيء غريب بصراحه. يعني هو اصلا مش بس كده، انت هتلاقي كان نفس القصه متعلقه مع الملوك واخديوي اسماعيل، ويعني وحقب تاريخيه لمرحله محمد علي. لكن لا ما بتتكتبش خالص، بتتكتب بزاويه معينه. يعني انا كنت طالب وعارف، معلش بقى، يعني احنا اتعرفنا على ناس كتيره بعدها. ايوه، لكن يلغى 6 قرون علشان فقط هي هي فتره قبطيه. بنتكلم عن مصر جديده، المفروض بنتكلم عن تطوير التعليم. طيب اعتقد ان ده المفروض، لو حضرتك معني بهذا الشان اعمل حمله والشعب يطالب. يعني الشعب يريد. يعني انت عارف لما ارتفع سبوتنيك في السماء سنه 57، أيه. انا كنت بدرس في جامعه ميشيغان، ففوجئنا بان الجامعه مجلس اداره الجامعه اجتمع وغير المناهج، بدا يدرس النظرية الشيوعية ويدرس اللغة الروسية ويدرس كل شيء عن الاتحاد السوفيتي. أيوة. بيقول لك سبقونا ازاي. نفس الشيء حدث في مصر هنا لما محمد علي كان بيبعت الأمراء عشان يدرسوا في فرنسا. طب. الشيخ حسن العطار الإمام الأكبر في ذلك الوقت لما اختاروا رفاعة رفع الطحطاوي شيخا يئم الأمراء في الصلاة، قال له يا شيخ رفاع انت رايح بلد فيها العلم، اما انك تنصرف الى الله صحيح. او تدرس وتقول لنا هم سبقونا ازاي. صحيح. هذه هي المسائل الفارقة. طبعا. اما ان احنا نقتطع اجزاء من تاريخنا وننسي ونهمل كذا ده تاريخ الحضارة المصرية جزء لا يتجزأ. اعتقد ان ده مش هيحصل في مصر، يعني اعتقد يا رب. من هنا لغاية النهاردة ما اجتمعتش اي ادارات من ادارات الجامعات المصريه لكي تصحح هذا الخطأ في دراسه التاريخ المصري. يبقى متى يحدث هذا التصحيح؟ أيوة. متى يحدث ومن لماذا لا يحدث فورا؟ ليه؟ لان اكيد هيفرق كتير جدا. يعني واخد بالك؟ يعني انا بنتهز الفرصه انه، لان مثلا من ضمن اللي موجودين النهارده البابا بتاع اثيوبيا. أنا رأيي أن العلاقة لابد أن تمتد بين أثيوبيا ومصر، ليس على مستوى الكنيسة، وهي كانت قوية جدا لفترة قبل أثيوبيا. أثيوبيا أيضا فيها مسلمين طبعا، ويجب أن اهتمامنا بأفريقيا لا يجب أن يكون هامشي. صح. وده ولا مظهري. أهو كده، دي أهم حاجة، ولا مظهري. طيب الكلام بيخلصش حقيقة. هو كانت مفروض الاحتفال أو الكلام عن الاحتفال بعيد جلوس البابا شنودة، ولكن الموضوع تطور أكيد، لأن زي ما قلنا تاني هو ملف هام جدا وما ينفعش فيه الكلام كده. ولكن في الأول وفي الآخر زي ما قلنا أنا بحيي حضراتكم على وجودكم معنا، وتاني مهمتكم صعبة جدا، مهمتكم مش بس حضراتكم، مهمتنا احنا كمان صعبه جدا، لان احنا اعتقد ان دور مهم جدا. ماذا اصنع حينما يكون المجتمع الخارجي ضد ما نقول؟ صحيح صحيح. ونتمنى ان الدنيا تبقى احسن ان شاء الله باذن الله على الناس كلها. يعني انت اللي تاخدنا بقى ليه؟ لتاكيد. ليه معقوله؟ ليه؟ حرام عليك، انا لسه صغير يا استاذ لويس، مش ممكن. القصه انجلوس، راعي كنيسه القديسين جوارجيوس وانبا انطونيوس مصر الجديده، نورتنا. وهيكون لنا معاك كلام تاني على فكره، الكلام مش هيخلص. استاذ لويس تصاحب بيت زي ما بيقولوا، نورتنا. استاذ لويس بيس كاتب الصحفي طبعا الكبير، نورتونا في فقره مهمه جدا. وزي ما قلنا تاني، ويعني يمكن ضيفين الاعزاء والاجلاء الاثنين اتفقوا على حاجه واحده، وهي ان مصر مهمه جدا، ودائما هي مصر في المقدمه بغض النظر عن كانت الظروف صعبه او لا. معانا تقرير، التقرير عن ايه؟ دينا
وبعدين على تقريح هروح نشوفه عن الجالية السورية ونرجع تاني، خليكم معانا.